كم عملية؟ أربعة. أربعة عمليات على مدار 3 شهور. اه بس احنا عرفنا في عمليات تاني ولا ايه؟ في هو قال لي عايزك تيجي شهر 8 عايز اطمن وعايز اعمل واحده كمان. ايه اصعب حاجه بمر فيك خلال الوقت العمليه ده؟ اصعب عمليه ايه؟ اصعب حاجه يعني وممكن بطمن عليك من اول ناس يعني ناس المشاهير يعني يعني راجع طول الوقت فيها ممكن تلف في اروى لا فنانين كتير قوي 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 قوي. عمرو الميسي. افتكرت ايه الحاجه اللي كان نفسك تعملي فيها خلال السنين اللي فاتت وما عملتهاش حابه تعمليها ودلوقتي ناويه تعمليها؟ كنت باخد بالي من نفسي كبنت بقى واعمل شعري واحط ميك اب. كنت بطلت الحاجات دي كلها. خالص. طبعا انت بس عايزين اللحظات اللي انت حسيت انها عدد الشم رجعت كله تمام. انا مش كل شويه اقول لك انا شم حاجه انا شم حاجه. هي ابتدت من حوالي شهر كده. ابتدت حوالي شهر. واللي حاسه التذوق كمان رجعت الحمد لله. انت حسيتي ده امتى؟ من شهر تقريبا بعد تاني عمليه. بعد تاني عمليه في اخر تاني عمليه. انت قاعده مثلا يعني الكواليس قاعده لقيتي ايه انا بشم شمتي اول حاجه شمتيها فانبهرت وما صدقتش نفسك. انا فاكره ان انت شميتي بيرفيوم لما احنا اشترينا بيرفيوم عجبتك قوي. احنا كنا يعني اشترينا بيرفيوم فعجبتها قوي دي فشميتها اول حاجه. لا كنت انا قلت لك اشتري لي كويس ذات رايت. جابت لي البارفيوم فشميتها قلت لها لا مش هي عرفت الفرق. فقلت لها لا مش دي اللي انا عايزاها. قالت لي لا هي دي كويس. قلت لها لا دي انا عايزه القديمه دي الجديده. قالت لي يعني انت بقيتي هتعرفي. طبعا كانت بتاكد معايا. طبعا اشكر قوي جايه الوطن ربنا يخليك ليا يا رب دايما كده في ظهري ودايما كده مسندني. وانتوا بقى اقعدوا اتكلموا عن المتنملين بقى.